غيرك وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. احنا توقفنا في اللقاء السابق عند الكلام عن المتابعة والشاهد حتى نصل الكلام ببعضه، وقلنا ان الحديث الغريب او الحديث الفرد اذا وجد بعد البحث والاستقصاء وجدنا له متابعا او شاهدا فإن ذلك المتابع أو الشاهد يحدث تقوية للحديث الغريب أو الحديث الفرد. قلنا إن المتابعة إما أن تكون متابعة تامة أو تكون متابعة قاصرة، وقلنا الفرق بينهم. حد يتذكر الفرق؟ المتابعة التامة هي التي تحدث للراوي نفسه، أما المتابعة القاصرة فهي التي تحدث لشيخ الراوي أو من فوقه. أما الشاهد فيكون من رواية صحابي آخر، سواء كان بالمعنى أو باللفظ أو بالمعنى واللفظ معا. الحافظ ابن حجر يقول إن المتابعة تطلق على الشاهد والشاهد يطلق على المتابعة، يعني ممكن نسمي الشاهد متابعة وممكن نسمي المتابعة شاهدا، لكن الإمام مسلم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال نسمي المتابعة شاهدا ولا يصلح أن نسمي الشاهد متابعة. يعني الإمام النووي في شرحه لمسلم فرق أو فصل في تسمية الشاهد والمتابعة لكل منهما للآخر، فقال الشاهد لا يسمى لا يصلح أن نسميه متابعة، لكن المتابعة يمكن أن نطلق عليها شاهدا، وهذا رأي الإمام النووي في شرحه للصحيح. ولكن يعني جرى عمل العلماء على ما قاله الحافظ ابن حجر. ثم يقول بعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه دارين امين: واعلم ان تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرض ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. احنا قلنا طبعا ان احنا هنتتبع الحديث الفرد حتى نعرف هل له شاهد أم متابعة أو شاهد ومتابعة معا. هذا التتبع وهذا البحث وهذا الاستقصاء يسمى إيه؟ الاعتبار. من الجوامع، الجوامع زي الصحيحين والسنن الأربعة، هذه تسمى الجوامع، وفيها يكون الحديث مرتب على الأبواب: باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب أو كتاب البيوع، وما يأتي وما يندرج تحته من أبواب، وهكذا. هذا يسمى الجامع. المسانيد هي الكتب التي يصنفها أصحابها وفقا لحديث الصحابي، ك
كمسند الإمام أحمد، فيأتي مثلا إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ويأتي بجميع أحاديثه التي من طريقه، ثم إلى سيدنا عمر وعثمان وعلي وهكذا، يصنف كتابه حسب أسماء الصحابة، فيدرج أحاديث كل صحابي على حدة. هذا بخلاف الجامع. والأجزاء، الأجزاء هذه غالبا ما تكون حجمها صغير، أجزاء حديثية يصنفها أصحابها حول موضوع معين، فيصنف مثلا جزءا حديثيا في الصلاة، جزءا حديثيا في الأخلاق، جزءا حديثيا في الصيام، جزءا حديثيا في الموت، في الآخرة، أحوال الآخرة وهكذا. وابن الحافظ ابن أبي الدنيا من أشهر من صنف في الأجزاء الحديثية، له أجزاء حديثية كثيرة، حافظ ابن أبي الدنيا. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم أنه متابع أم لا هو الاعتبار. والحافظ ابن حبان لما تكلم عن الاعتبار ذكر أو ضرب له مثالا، فقال مثلا يأتي حديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فننظر هل لهذا الحديث طرق أخرى أو طريق آخر من رواية راوي آخر غير أيوب ثقة عن أو غير حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أم لا؟ واضحة دي ولا محتاجة شرح شوية؟ طيب اشرحها هنا على السبورة. حديث من رواية حماد عن أيوب عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا طبعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتبار أن نفعل كالآتي: ننظر في الروايات في المسانيد والجوامع والأجزاء الحديثية ونحو ذلك، هل الحديث الذي سنده هذا، هل هناك راوي غير حماد بن سلمة، راوي ثقة رواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ أم لا؟ فإذا وجدنا راوي آخر ثقة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، علمنا أن هذا الحديث له أصل، وأن هذا الطريق الآخر يقوي هذا الطريق.
تمام؟ طيب لم نجد، ننظر في من بعده، هل هناك راو أو رواية أخرى فيها غير أيوب، راو آخر غير أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، راو ثقة؟ فإن وجدنا علمنا أن هذا الحديث له أصل وأن هذا يقوي هذا. طب لم نجد، ننتقل إلى من بعده ابن سيرين، ننظر هل هناك رواية مماثلة لأحد غير ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا؟ فإن لم نجد، هل هناك رواية أخرى لصحابي آخر ولكن بنفس اللفظ أو المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن وجدنا أي شيء من هذا علمنا أن هذا الحديث له أصل وأن هذه الطريق تقوي الطريقة الأولى. ما نفعل هذه العملية التي نفعلها اسمها الاعتبار. هذه العملية اسمها الاعتبار. طيب هذا الحديث أو هذا السند بعينه موجود عند الترمذي، محمد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما. فقال الترمذي هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبالبحث وبالاعتبار كما فعلنا أو كما شرحنا هنا وجدنا أن هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه رواه الحسن بن دينار عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحسن بن دينار ليس ثقة ولكنه متروك الحديث، يبقى الاعتبار أدى بنا إلى وجود رواية أخرى ولكن من طريق الحسن بن دينار عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ولكن الحسن بن دينار هذا متروك الحديث. إذا هذا الحديث ليس بقوي ولم نجد له متابعا قويا. الاعتبار أدى بنا إلى أنه ليس هناك رواية تقوي وتعضد هذه الرواية. ليه؟ لأن الرواية الأخرى اللي لقيناها وجدنا فيها الحسن بن دينار عن أيوب إلى آخره، والحسن كما قلنا متروك الحديث. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما. حافظ ابن الصلاح في مقدمته لما تكلم عن الاعتبار والمتابعات والشواهد يوهم كلامه أن الاعتبار قسم والمتابعات قسم آخر والشواهد قسم ثالث، وهذا ليس بصحيح وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. يعني إزاي بنوصل للمتابعات والشواهد؟ عن طريق الاعتبار. يبقى الاعتبار مش قسيم للمتابعات والشواهد، بل هو طريق موصلة إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة.
يعني الحديث المقبول احنا قلنا ايه اقسام زي ايه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فايه فائدة التقسيم ده؟ فائدة التقسيم هذا عند التعارض حديثين مقبولين، يعني حديث صحيح مع حديث صحيح، حديث حسن مع صحيح وهكذا، تعارض حديثان في الظاهر، فهذا التعارض نستفيد من تقسيمنا للمقبول عند هذا التعارض، فنقدم مثلا الصحيح لذاته على الحسن لذاته، أو الصحيح لذاته على الحسن لغيره وهكذا. هذا هو فائدة تقسيم الحديث المقبول الذي تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة. تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، أي عند التعارض، والله أعلم. يقول الحافظ: ثم المقبول، هنا بقى هيشرع في تقسيم المقبول تقسيما آخر. يعني هو في الأول كان إيه؟ قسم المقبول زي ما قلنا إلى حسن، إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، ثم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره. العادي يرجع إلى هذا الكلام، ينظر إلى صفحة إيه 58. يقول إيه: وهذا أول تقسيم المقبول. فوق أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. الأول الصحيح لذاته، والثاني وهكذا. هذا بقى التقسيم الثاني للمقبول، ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. لأنه إن سلم من المعارضة، يعني هذا الحديث المقبول إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. يعني هذا الحديث المقبول إن لم يأتي حديث آخر يعارضه في الظاهر، فهذا يسمى إيه؟ المحكم، وهو أكثر الأحاديث والروايات. وإن عورض، أي الحديث المقبول عورض بحديث مقبول آخر، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، يبقى الحديث إذا عورض ليه احتمالين، إن هو يكون المعارض هذا مقبول مثله، صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره، وإما أن يكون مردودا. طب لو مردود يبقى هنا ما فيش كلام خلاص، المردود ده أصلا كأنه مش موجود، حديث موضوع بيعارض حديث صحيح، يبقى كأن الحديث الموضوع ده مش موجود أصلا، يبقى هنا ما فيش، كأنه ما فيش معارضة. لكن إذا كان هذا المعارض من القسم المقبول، فيقول: فالتالي لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، زي ما قلنا إن الموضوع مش هيؤثر في القوي. طيب هنا الحافظ هو قسم المعارض إلى قسمين، قال لك إما أن يكون مثله أو يكون مردودا. طيب مفيش احتمال ثالث؟ يكون أعلى منه
أعلى منه أو أقل منه، لكن مقبول أيضا، يعني كالصحيح لذاته إذا عارضه الحسن لذاته أو الحسن لغيره. يبقى في قسم ثالث، أن يكون المعارض هذا الرجل إيه؟ مقبولا مثله. طيب يبقى في قسم آخر، أن يكون مقبولا ولكن ليس مثله، كأن يكون إيه؟ أقل منه أو أعلى منه. التعارض ده بيأتي من إيه؟ إن الحديث أو الحديثين يكونان ظنية الدلالة، ليس قطعية الدلالة. المفهوم من الحديث يختلف باختلاف الأفهام، فمن هنا يأتي التعارض إذا كان الحديثان ظنية الدلالة. أما إذا كان قطعية الدلالة فلا مجال هنا إيه؟ للتعارض. لا مجال للتعارض لأنهما قطعية الدلالة، مفيش مجال إن احنا نفهم فهم آخر من هذا الحديث، هو فهم واحد فقط. لكن في أحاديث أخرى ممكن نفهم منها أكثر من معنى أو أكثر من مفهوم. فواحد إمام من الأئمة يفهم معنى، إمام يفهم معنى آخر معارض لما فهمه الآخر. مثال مثلا، حتى ده ممكن يحدث في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الحيض ولا الطهر؟ أئمة فهموا هذا وأئمة فهموا هذا، يبقى هنا النص هنا ايه؟ ظني الدلالة. وإن كان طبعا القرآن قطعي الثبوت لكنه هنا ظني الدلالة. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يمكن الجمع بين مدلوليهما بإيه؟ بالتأويل أو بالتخصيص العام أو بتقييد المطلق ونحو ذلك. هناك طرق كثيرة يمكن الجمع فيها بين الأحاديث. الحافظ العراقي أوصلها إلى 100 وجه للجمع، ممكن نجمع بين الأحاديث من خلال 100 وجه. حافظ العراقي في نكته إما أن يمكن الجمع بين مدوليهما بغير تعسف، والتعسف يكون أزيد من التكلف، التعسف أزيد من التكلف، لأن احنا إذا جمعنا بين الحديثين بتعسف فالمعارض أو الخصم يأتي ويقول لا، طب أنت ليه جمعت بهذا الجمع؟ هذا الجمع فيه تعسف أو فيه مجاوزة للحد، فأنا لا أسلم لك هذا الجمع. لكن إذا كان الجمع مقبولا فيمكن للخصم أو المعارض أن يسلم لك بهذا الجمع. أن يمكن الجمع بين مدلوليهما الحديثين المتعارضين بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع أي بغير تعسف فهو النوع المسمى مختلف الحديث. مختلف دي طبعا ايه؟ هنا منصوب عشان مفعول ايه؟ مفعول ثاني للمسمى. طيب، مختلف الحديث اي مختلف مدلول الحديث، الائمه
سموه مختلف الحديث ليه؟ لأن المدلول بتاع الأحاديث مختلف. وفي أيضا تسمية أخرى اسمه إيه؟ مشكل الحديث، يا إما بيسموه مختلف الحديث أو مشكل الحديث. وهيجي بعد كده هنشوف الأئمة صنفوا فيه مصنفات كثيرة كالطحاوية وغيره. ومثل له ابن الصلاح أي بالحديثين المتعارضين اللذان يمكن الجمع بينهما بحديث لا عدوى ولا طيرة. حديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني إيه؟ إذا كان هناك إنسان مريض فالعدوى تنتقل من المريض إلى الصحيح، هذه هي العدوى. ولا طيرة، الطيرة هي التشابه. فكان العرب قديما إذا خرجوا في سفر وساروا في الطريق ووجدوا طائرا يطير في السماء، فإذا طار يمينا استبشروا خيرا واستمروا في رحلتهم وسفرهم، وإذا سار يسارا تشاءموا ورجعوا من سفرهم. وقد يكون التشاؤم ليس في هذا فقط، وهي من هنا جاءت ولا طيرة، أنهم كانوا يتشاءمون ويتفاعلون بالطير. لكن ممكن التشاؤم يحدث بغير الطير. إنسان خرج من بيته بص لقى إيه؟ أول ما نزل من البيت لقى كلب أسود أمامه فيقوم يتشاءم. أول ما نزل من البيت وجد إنسان معروف بأنه إنسان سيء أو كافر أو فاجر أو فاسق فيتشاءم إذا نزل، وأول شيء يقابله هذا الإنسان. فهذا كله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، لا عدوى ولا طيرة. هذا الحديث يتعارض مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. حديث لا عدوى ولا طيرة يشبهه أيضا حديث لا يعدي شيء شيئا أو لا يعدي شيء شيئا. وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد أيضا له حديث مشابه آخر، لا يورد ممرض على مصح. الحديثان في ظاهرهما متعارضين أو متعارضان، كلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، هذا في الظاهر. قبل ما نتكلم عن وجه الجمع بين الحديثين، طيب هو التعارض هذا يحدث في الأقوال فقط أم في الأفعال؟ أم في الأقوال مع الأفعال؟ يعني هناك حديثان قولية زي مثل هذين الحديثين، هذا قول وهذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتعارض غالبا ما يحدث في الأحاديث القولية. طب الأحاديث الفعلية لا يوجد فيها تعارض، يعني لم نعثر على حديث فعلي يعارض حديثا فعليا آخر. طيب إذا تعارض قولي مع فعلي فيه خلاف وتفصيل طويل، لكن أغلب التعارض يأتي من الأحاديث القولية. ووجه الجمع بينهما أي بين هذين الحديثين أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني الأمراض لا تعدي بنفسها، مش
المرض أو العدوى أو الفيروس بنفسه قادر على أن ينتقل من إنسان إلى آخر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا. يبقى العدوى هنا إيه؟ سبب، وهذا السبب هو الذي أو هو من فعل وصنع الله عز وجل، لكن لا تعفي بنفسها. الكلام ده كلام مين؟ ابن الصلاح. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مريض يعجب بواحد صحيح، وهذا الصحيح لا يحدث له شيء، لا يمرض ولا تسير العدوى من المريض إلى المصح. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تابعا لغيره. الحافظ بقى بيعلق على هذا يقول: والأولى في الجمع أو الأحسن في الجمع أنه قال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، أي ليس هناك عدوى. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. ده يؤكد إن نفيه للعدوى باق على عمومه، يعني مفيش حاجة اسمها عدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه، لمن عرضه يعني بحسب الظاهر، وإلا فمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فيبقى المعارضة هنا مقصود بها المعارضة اللغوية وليس الاصطلاحية. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب. يعني الراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم البعير الأجرب يخش في الإبل الصحيحة فتمرض، فكيف يكون هذا إذا كان هناك لا عدوى؟ الجرب هو مرض يحدث في الجلد سواء في الإنسان أو في الحيوان. يتغير لون الجلد فيصير يعني يتغير لونه ويصبح أو يولد للإنسان حكة، يعني يفضل إيه عايز إيه يحكها كثيرا ويتغير لون الجلد، تبتدئ صغيرة ثم تكبر ثم تكبر وهكذا إلى أن يصير الجسم كله والعياذ بالله أجربا. حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كان فهمك أن هذا الجمل أعدى الجمال الصحيحة، طيب فمن أعدى هذا الجمل الأول؟ طيب هنقول واحد جمل آخر عداء، طيب فمن أعدى الذي قبله؟ وهكذا إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أعدى الأول أو أمرض الأول. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم، طبعا الجذام ده هو تساقط الأعضاء، يعني تسقط العقل هذه ثم هذه، ثم يسقط الأصبع بكامله، ثم تسقط الكف، ثم يسقط الذراع، وهكذا والعياذ بالله، وهو من الأمراض الخطيرة جدا. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية،
فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج. يبقى الأمر بالفرار من المندوب ده إيه؟ من باب سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ يعني حتى لا يقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل، يعتقد أن إيه؟ أن هذه العدوى تعدي بنفسها لا من الله عز وجل. فهو لما يأتي الممرض على مصح ويأخذ منه العدوى يقول لك أهو، طب ما هو هذا هو الذي أعداه، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، مخالطة المريض يعني، فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج. إيه هو الحرج؟ إن هو يعتقد أن هذا من الإنسان أو بسبب العدوى لا من الله عز وجل. فأمر بتجنبه حسما للمادة، يعني حسما لأن يقع هذا الإنسان في الحرج أو في الشرك بالله عز وجل، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع، طبعا هو الحافظ ابن حجر ليه قال ان الاولى في الجمع ان يقال كذا، يعني خالف ابن الصلاح في الجمع بين هذين الحديثين، عشان ده راي الامام الشافعي. الحافظ ابن حجر كان شافعي المذهب، فطبعا ماشي ورا سيدنا الامام الشافعي فمش قصدي خلفه. طبعا في أوجه أخرى للعموم بين هذين الحديثين، إن حديث فر من المجذوم ده مخصوص أو مخصص لعموم حديث نفي العدوى، أي ليس هناك عدوى إلا من الجذام، ليس هناك عدوى إلا من الجذام. يبقى حديث المجذوم مخصص لعموم إيه؟ حديث نفي العدوى. ده وجه من أوجه الجمع. في علماء آخرين جمعوا بين الحديثين، قالوا إيه؟ إن هو فعلاً مفيش عدوى. طب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإن إحنا نفر من المجذوم؟ قال لك رعاية لخاطره، حتى لا ينظر إلى الصحيح فيتحسر في نفسه وتصيبه أو يصيبه الاكتئاب ويصيبه الحزن على نفسه. فإذا رأيت إنسانا مجذوما فأتركه حتى لا يرى إنسانا صحيحا فيتألم من هذا. وهناك أوجه للجمع أخرى كثيرة في خاصة في هذا الحديث. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث. طبعا كتاب اختلاف الحديث ده جزء من كتاب الأم، يعني الإمام الشافعي لم يصنف كتابا مستقلا اسمه اختلاف الحديث، لكن هذا كان جزءا من كتابه الكبير الأم. وهو الإمام الشافعي يعني أول من تكلم في هذا الباب في هذا الفن، وهو الذي اخترع هذا الباب ونبه العلماء عليه، لكنه لم يقصد استيعابه، يعني لم يتكلم عن جميع الأحاديث المتعارضة. طيب إذا نظرنا يعني بتدبر وجدنا أنه من الاستحالة بمكان أن يصنف إمام في جميع الأحاديث المتعارضة، أن يأتي بجميع الأحاديث المتعارضة ويتكلم عنها. ليه؟ لأن كما قلنا أن هذا التعارض ينشأ من إيه؟ من اختلاف الفهم، فهمي غير فهمك غير فهمك وهكذا. فاستحال أن يجمع إمام الأحاديث المتعارضة في السنة كلها
ويجمع بينها. ليه؟ لأن هو ربما يكون هذا الحديث هذين الحديثين متعارضين عندي، أما عندك فلا وجه للتعارض، وهكذا هذا متعارض عنده هذا غير متعارض عنده. فأنا لما أتي أصنف كتاب في مختلف الحديث، وهناك حديثان عندك متعارضان وليس عندي متعارضين، طب هذكرهما في الكتاب عندي ليه؟ أنا شايف أن هذين الحديثان غير متعارضين، وبالتالي لا أذكرهما في كتابي. فكذلك فعل الإمام الشافعي. ولا ضيارة يعني هو هي تشاؤم. لا تتشاؤم. إذا يعني لجملة إنشائية للطلب يعني. أي لا تتشاؤم. يعني لجملة إنشائية. نعم. ممكن عنوى يعني جملة إنشائية لكي لا يكون المريض يعدي إلى صحيح يعني. إزاي؟ لا التشاؤم غير العدوى. أي يعني نفهم أن الجملة في الطيارة جملة إنشائية يعني لا تتشائم، وعدوى أيضا من الجملة الإنشائية لا يعدي المريض صحيحا، هكذا؟ نعم ممكن هذا فهم يستقيم. وفي بعضهم قال إنها جملة خبرية، أي ليس هناك عدوى، لا شيء أو لا يوجد ما يسمى عدوى ولا يوجد ما يسمى طيارة. بعضهم قال هي جملة خبرية، وبعضهم قال هي جملة إنشائية، والمعنيان صحيحان. خبرية لفظاً إنشائية معنى. نعم ممكن هذا أيضا، ولكن يعني ده يبقى بتكلف شوية. لكن هم إذا كان الجملتان خبريتان أو إنشائيتان، إما أن يكون المعنى لا شيء اسمه عدوى ولا شيء اسمه طيرة أصلا، وإما أن يكون المعنى أي لا يعدي أحد أحدا ولا يتطير أحد من شيء. واضح؟ وصنف فيه بعده، بعد مين؟ بعد الإمام الشافعي. عايز حد يرد غيرك أنت. ابن قتيبة وله كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة. والطحاوي، الطحاوي كتابه مشكل الآثار، وهذا يعتبر أفضل الكتب التي صنفت في الأحاديث المتعارضة. الإمام الطحاوي الحنفي يذكر الأحاديث المتعارضة في الظاهر ويجيب عن هذا التعارض. وغيرهما غيرهما زي ابن خزيمة والإمام ابن جرير، كل واحد منهما يقول كابن خزيمة وابن جرير يقول أن هناك ليس هناك أحاديث متعارضة أصلا. كان ابن جرير يقول ائتوني بأي حديثين متعارضين أثبت لكم أنه لا هناك تعارض بينهم. وهذا لا يحدث طبعا إلا للأئمة المتمكنين عالي الشأن. وإن لم يمكن الجمع، أي لا يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين المقبولين، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. يبقى إذن أول حاجة نعملها إيه لما نجد حديثين متعارضين في الظاهر؟ إن إحنا نجمع بينهم حديثين في نفس القوة مقبولين. أول حاجة نعملها إيه؟ نجمع بينهم. وزي ما قلنا الحافظ العراقي ذكر يعني حوالي 100 وجه للجمع. طيب لم نستطع أن نجمع بينهم، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. عرفنا تاريخ رواية هذا الحديث وتاريخ رواية هذا الحديث،
مثلا كان قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة، هذا بعد أن أسلم فلان وهذا قبل أن يسلم فلان. عرفنا التاريخ لأي سبب أو بأي سبب من الأسباب. فإن عرف التاريخ، وكان الحكم قابلا للنسخ، لأن هو بعد السطر الآتي وثبت المتأخر به. احنا عرفنا التاريخ وثبت المتأخر، عرفنا المتأخر والمتقدم، أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يبقى اللي جه في الآخر هو الايه؟ الناسخ، والذي أتى في الأول هو الايه؟ المنسوخ. بس بشرط أن يكون الحكم ايه؟ قابلا للنسخ. وهذه نقطة مهمة. يعني ايه؟ يعني ما يكونش الحكم غير قابل للنسخ. زي ايه؟ زي صفات الله عز وجل. يأتي حديث ويتكلم مثلا عن صفات الله عز وجل، هذا غير قابل للنسخ. ما ينفعش يأتي حديث آخر ويقول أن هذه الصفات ليست لله عز وجل. فصفات الله عز وجل حكم غير قابل للنسخ. طيب، يبقى إيه؟ زي ما قلنا اللي أتى في الأول هو الناسخ المنسوخ، والذي أتى في الآخر هو الناسخ. طيب، الأئمة صنفوا في الناسخ والمنسوخ كتبا عديدة، من أشهرها كتاب أبو بكر الحازمي، والإمام الزهري له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وابن الجوزي له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وأوسعها على الإطلاق كتاب البرهان الجعبري. هذا أوسع ما صنف في الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يبقى هو كده بيعرف النسخ ايه؟ لغة ولا اصطلاحا؟ اصطلاحا. طيب، ولغة ايه؟ النقل أو الإزالة. تقول إيه؟ نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. طيب، رفع تعلق حكم شرعي. طب إيه الحكم الشرعي؟ مش تاخد أصول؟ أول مرة. مفيش حد بيجاوب غيرك يا شيخ. طيب، هو ليه قال رفع تعلق حكم شرعي؟ ما قالش ليه رفع حكم شرعي؟ المرفوع بقى ايه؟ حكم قديم فلا يرفع ولا يتغير. طب المتغير ايه؟ التعلق التركيزي، وده ايه؟ حادث. لذا قال ايه؟ رفع تعلق حكم شرعي. التعلق التركيزي ده هو اللي حادث، فده يرفع، لكن الحكم في ذاته هو قديم فلا يرفع ولا ينسخ. رفع تعلق حكم شرعي يعني
يعني هي رفع تعلق حكم شرعي أي قطع تعلقه بالمكلفين. يعني خلاص المكلف ما بقاش ليه علاقة بهذا الحكم وغير مخاطب به. أي قطع هي تعلقه بالمكلفين بدليل شرعي متأخر عنه. والنازخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا أي الخبر المتأخر مجاز. تسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل، هو الذي ينسخ في الحقيقة ويرفع الحكم ويغيره، وفي الحقيقة الله عز وجل. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني في الأول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور، ثم تغير هذا الحكم وصرح بالزيارة فإنها تذكر الآخرة. ده ورد في النص. طيب ممكن نعرف الناسخ والمنسوخ بأمور أخرى كقول الصحابي، ومنها ما يجزم الصحابي بآخره كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره يتوضأ مما مست النار. اللحم مثلا إذا طبخ على القدر مسته النار، فكان إذا أكل يتوضأ، ثم صار في آخر الأمر أنه ترك الوضوء من هذا. فيبقى إيه؟ ترك الوضوء مما مست النار ناسخ للوضوء مما مست النار. أخرجه أصحاب السنة. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، طبعا هو المحقق الشيخ نور الدين عتر ذكر مثالا لما عرف تاريخه بحديث أفطر الحاجم أو احتجم وهو أفطر الحاجم والمحجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. الشافعي رحمه الله تعالى بين أن الثاني اللي هو احتجم وهو محرم ناسخ للأول، ناسخ لإيه؟ لأفطر الحاجم والمحجوب، لأنه روي في حديث شداد أنه كان عام الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث اللي هو احتجم، أو الرواية بتاعت أنه احتجم وهو محرم الصائم، كانت في عام الفتح. وهذا كان في حجة الوداع، تمام؟ وهي بعد الفتح. يبقى حديث احتجم وهو محرم الصائم ده كان إيه؟ في حجة الوداع. وحديث أفطر الحاجي والمحجوم كان في فتح مكة. وطبعا معروف أن حجة الوداع كانت متأخرة عن فتح مكة. وليس منها، أي ليس من الأمور التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ، ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا لمتقدم عنه. ليه؟ الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. يعني الصحابي المتأخر الإسلام، مثلا واحد صحابي أسلم في حجة الوداع وروى حديثه، عارض حديثه
حديثا آخر رواه صحابي آخر أسلم في عام الفتح مثلا، فما جيش أقول إن هذا الذي رواه الصحابي الذي أسلم في حجة الوداع ناسب لما رواه الصحابي الذي أسلم في عام الفتح. ليه؟ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم منه وهكذا. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إيه؟ تأكدنا هنا أنه لم يسمعه من صحابي آخر، فيتجه أن يكون ناسخا. ممكن يكون إيه؟ ناسخ، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. شرط أنه ما يكونش سمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ورواها بعد إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع في حد ذاته لا ينسخ حديثا بنفسه، بل يدل على وجود ناسخ. هذا الناسخ علمناه أو لم نعلمه؟ هذه نقطة دقيقة. الإجماع ليس بناسخ في حد ذاته، ولكنه يدل على وجود النسخ. زي إيه مثلا الإجماع؟ الإجماع على ترك حديث أو عدم العمل بحديث قتل شارب الخمر بعد الرابعة. شارب الخمر إذا شربها مرة أو اثنان أو ثلاثة أو الرابعة، ففي الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فهذا وقع الإجماع على ترك العمل به. يبقى دل على وجود إيه؟ وجود ناسخ، أن هذا الحديث منسوخ. الإجماع دل على أن هذا الحديث إيه؟ منسوخ. واضح؟ ولكن الإجماع ليس هو الناسخ، بل دل على وجود ناسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد. وجوه الترجيح زي ما قلنا حوالي 100 وجه، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. زي إيه مثلا؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعارض حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب هنجمع بين الحديثين دول إزاي؟ أو نرجح بينهم؟ مش هنجمع بقى، هنرجح. من دول ما ينفعش الجمع بينهم. طب هنرجح بينهم إزاي؟ قال لك لأن ميمونة خالة ابن عباس، خالته. حديث اللي هو ايه ابن عباس بيقول ايه؟ كنت عند خالتي ميمونة. الحديث بتاع قيام الليل لما وقف ايه في قيام الليل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فوقف عن يساري فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره إلى يمينه. فابن عباس يبقى ايه؟ خالته ميمون، وهو كان مباشر لهذه الواقعه وهو اللي رواه. يبقى هنا هنرجع حديث ابن عباس على حديث مين؟ ابي رافع. لا، ابو رافع لا توجد صله قرابه بينه وبين ميمونه، ولم يباشر الواقعه. إن احنا نرجح في هذه الحالة حديث مين؟ ابن عباس. طبعا زي ما قلت وجود ترجيحات كثيرة تبلغ حوالي 100، منها مثلا علو الإسناد، فقه الراوي، ورع الراوي.
القوي ضبطه وحفظه غير متهم بالبدعة إمامته أن يكون متأخر الإسلام أن يتحمل بعد التكليف يعني ما يكونش سنة مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير غير مميز فتحمل بعد سن التكليف وأن يكون غير مدلس وأن يكون هو صاحب الواقعة زي حديث ابن عباس ده اللي احنا ذكرناه آنفا بتاع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة هل هو تزوجه وهو محرم أم لا فاحنا ايه رجحنا هنا بأن ابن عباس هو صاحب الواقعة فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه يبقى في الأول احنا بنجمع لم يمكن الجمع هنذهب إلى إيه؟ نسخ. ها؟ للنسخ. لم يمكن النسخ، لما عرفناش النسخ من المنسوخ. يبقى الترجيح. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. فصار ما ظاهره تعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن هذا في البداية فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين ثم التوقف يعني لم نستطع أن نجمع ولم نتوصل إلى معرفة الناسخ من المنسوخ ولم يمكننا الترجيح إذا إيه نتوقف لا نأخذ بهذا ولا بهذا ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ليه بقى؟ إن في كثير من الأئمة يقول لك إيه تعرض فتساقط ودي ايه؟ الشيخ الألباني بيقولها كتير يعني تعارض فتسقط حافظ ابن حجر بيقول لك لا اتوقف عن العمل بهما ليه؟ لأن ممكن يأتي بعد ذلك ونتوصل إلى شيء نرجح به أحد الحديثين على الآخر لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة يعني ده خفى علي إن أنا أجمع أو أعرف الناسخ أو أرجح بين الحديثين في هذا الوقت اللي احنا فيه مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أنت لم تستطع أن تجمع وغيرك استطاع أن يجمع بين هذين الحديثين أنت ما عرفتش الناسخ من المسوخ وفي غيرك عرف لم تستطع أن ترجح بين الحديثين بأوجه الترجيح الكثير غيرك استطاع فإذا أنت في هذه الحالة مأمور أن تتوقف عن العمل بهذين الحديثين إلى أن يظهر لك أمر آخر أو يخبرك أحد بأن هذا الحديث يمكن الجمع بينه وبين هذا أو يمكن الترجيح بينه وبين هذا الحديث الذي يبدو في الظاهر متعارضا أما أن تسقط العمل بالحديثين بالكلية فهذا ليس من شأن المحدثين ولا الفقهاء والله تعالى أعلم عند أي سؤال قوله بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل الإسلام لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأن تحمله قبل الإسلام
ربما يعني يغلط أو ينسى أو يخطئ فيه. ليه؟ لأن هو إذا أسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو رآه يفعل فعلا يكون حريصا على نقل هذا القول أو هذا الفعل كما رآه أو كما سمعه. لكن هو في حالة الكفر إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يهتم بهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع شيئا ويغفل شيئا، لأنه هو الكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده بالنسبة له هو كافر مش مهم، يعني سمع كده كلمة وما سمعش بقية الحديث. بعكس إذا كان مسلما يكون حريصا على سماع وفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن وهو في حال كفره، وهذه بقى مسألة أخرى يعني قد تتعلق بالحديث ونحوه، هو غير قابل لتلقي أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كافر. بعكس ما إذا كان مسلما فالإسلام إسلام الصحابي ده في حد ذاته ينشئ في نفسه وفي عقله أشياء لا تحدث لإنسان آخر، فيستطيع أن يفهم ويعقل عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم أمراضه، وده بفضل بس إنه إيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو شاهده وهو مسلم، فهذه تفرق. فيبقى لازم يكون تلقى هذا الحديث وهو مسلم، لا يكون قد تلقاه قبل إسلام. إذا تعارض الحديث مقبولا فنأخذ الأول الحديث مثلا، فالحديث الثاني هو يكون شاذا أم لا؟ لا. عشان الحديث الشاذ هو مخالف الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالف. هذا ليس فيه مخالفة. أي اختلاف الحديث يعني ليس مخالفة؟ لا لا، ده شيء وده شيء آخر خالص، ده هذا أمر وهذا أمر آخر. النفرق يعني. الشاذ والمنكر أن يخالف الراويان بعضهم. أنت رويت الحديث بلفظ وهذا رواه بلفظ آخر، تمام؟ لكن هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فهذا ليس له تعلق أصلا بالشاذ والمنكر. واضح؟ ليس واضح. الشذوذ والنكارة تكون في متن واحد، في حديث واحد، ولكن هذا رواه بلفظ وهذا رواه بلفظ آخر مخالف. ولكن الأئمة الثقات وافقوا راو منهما، فحكمنا بالرواية الأخرى بأنها شاذة أو منكر. هذا في حديث إيه؟ واحد بلفظ مختلف، أو بلفظ مختلف، لكن ها هنا حديثان كل منهما صحيح، ليس فيه مخالفة للألفاظ في المتن الواحد، ولكن هذا الحديث يخالف هذا الحديث ظاهرا في الظاهر في مسألة معينة. واضح كده؟